موس الشوكولاته قليل السعرات. هنعمله ازاي؟ عايزين كوبايه زبادي، كوبايه لبن، 350 جرام شوكولاته داكنه غامقه يعني، معلقه كبيره كاكاو، وعايزين بقى للوش اي حاجه انتوا عايزينها. انا قلت ممكن نحط كيوي، ممكن نحط توت، بندق، زي ما انتوا عايزين. اخ طيب معلش، ما حطيناش عين الجمل في البراونيز، مش مشكله. هو بيتعمل بعين جمل ومن غير عين جمل، لو موجود عندكم حطوه، مش موجود عندكم برضو بيطلع حلو جدا البراونيز. طيب هناخد دلوقتي الاتي، شوفوا تاني، كوبايه زبادي، كوبايه لبن، 350 جرام شوكولاته دارك شوكليت متدوبه، ومعلقه كاكاو. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الشوكولاته الكاكاو اللي عندنا، هحطه على الشوكولاته السخنه اللي انا حطاها على حمام مائي، لانه زي ما قلنا، بس هو برضو ممكن يتحط على الزبادي لان في حاجه هتخلطه، بس يعني خلينا نحطه هنا مع الشوكولاته بتاعتنا. ادي كده هنا عندنا ال 350 جرام شوكولاته مع المعلقه بتاعه الكاكاو، وكل دول على حمام مائي. يا بنحط الكاكاو هنا زي ما اتفقنا، يا بنحطه في الخلاط مع اللبن، ومش مشكله لان الضرب هيدوبه. هناخد دلوقتي الزبادي اللي عندنا، هنحطه في الخلاط بهذا الشكل، لان نسبه زبده الكاكاو فيها اقل ونسبه السكر فيها اقل. نسبه السكر فيها واللبن اقل، نسبه الكاكاو فيها اعلى، فبالتالي هي اخف من الشوكولاته العاديه. هنخلط تاني، ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ اللي هيحصل ان الشوكولاته بتاعتي اللي احنا حطيناها هنا دي هنحطها في الثلاجه، هتجمد، شيء طبيعي انها هتجمد، وهتجمد بقوام هيديني قوام الموس بالظبط. هناخد بقى دلوقتي الكوبايات اللي عندنا، شايفين قد ايه سهله، ولا اخذت اي شغل ولا اي مجهود، شايفين القوام عامل ازاي؟ بصوا شايفين اهو،